الو اكتبي كلمة راس. الو نبي الخير. هاي شلونك؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ والله تمام كل شيء تمام الحمد لله. وبسافر اليومين. ايه يا سدوم ان شاء الله. والله انا بعد بسافر هاليومين وودي يعني ان اشري ملابس شيء كذي. مو تذاكر انا حاجزه اوريدي، بس يعني ودي ان اشتري ملابس اشياء. كله ملابس شتويه. اي عادي عادي. انا لا انا بروح بالليل هناك يكون برد، ف احتاج ان اشتري ملابس جديده. ما عندي جناط، جواتي، عطور، اي حاجه. شنو وين اروح؟ زين في 7500. يعني الحين فرح دام شارية ما ادري كم، 800 ما ايش كثر، بقي 6000 وشي صح؟ 6000 وشي حقي. يعني جنطة الماشي، جوتي، جاكيتة، اي حاجة. شيك اوي. جاكيتة هاي اذا جاكيتة شيك، لان بروح اتشيك فيه بمصر. اشوفكم على خير. انا بروح بسافر الاربعاء الصبح، يعني لازم قاعد اسوي جنطتي. هذا الكرت من الحين راح تستخدمه البريفليج كارد. وايد يلا الحين بروح اطلع لي هذا الكرت. بنام بالافنيو كل يومين بروح اجري. هلو بنات، طبعا يا الصالون لان بس ما تدرون تو قاعد اسوي التليفون وقلت لكم اني بسافر، فراح اسافر يعني عقب باكر وياي اليوم باكر، لان طول اليوم راح اكون بزي، راح اسوي جنطتي وكذي وايد لويا، فاليوم فاضيه، فقلت اني الصالون اسوي علاج حق شعري، اهتم بشعري شويه، اسوي اظافري، اسوي تريتمنت حق شعري هذا وايد حلو بلون. راح اسوي الحين هو طبعا شامبو، اول شيء بغسل فيه يعني شامبو بغسل فيه الشعر، بعدين ماسك حق الشعر، بعدين بخاخ. هذول ثلاث اشياء فيهم اشياء وايد حلوه حق الشعر، الحين راح اصور لكم اياهم ان شنو ينفعون الشعر. مساك قاعد اصور سنابات بس الصوت كان مو واضح فمسحتهم. الحين برد اقول لكم ان حطيت اول شيء غسلت شعري هي بالشامبو، بعدين حطت لي الماسك على شعري لمدة نص ساعة، الحين راح ترش البخاخ على شعري، يعني هذولي ثلاث خطوات تسويهم ورا بعض، بس الماسك ينحط لمدة نص ساعة على الشعر. والمنتج شكله وايد حلو، انا اول مرة راح اجربه اليوم. المنتج جديد يمدحونه، ليش؟ لانه مو برازيلي او امريكي يعني نفس اللي احنا متعودين نحطهم على شعورنا، هذا منتج اسباني. فخلنا نشوف اليوم شعري شنو يعني شنو التغيير اللي راح يصير فيه. ابي لمعه كذي، ابي حيويه، بس والله